عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير. جو ديروا معنا واحد الدويره، هي في الحقيقه مني كنكون معصبه، ولكن واحد النقطه مني كنتوحش الوالدين وكنبغي نبكي كنخرج معروفه كنهز الطوموبيل ونمشي نضرب دويره. وهذه واحد النعمه من النعم اللي انعم بها الله علينا في هذا كندا، وهو الامن والامان. يعني كنخرجوا ما كاين حتى شي اللي يهضر معاك ولا والو. دونك كانت هذه الدوره هذه ما كنتش غير انا، كان راجلي والوليدات، ودزنا على هنا بلاس لوري بولفار لوري، وهبطنا على لوتوروت مشينا على لوبورناف ودرنا واحد الدويره في كيبيك المختصره، ماشي كيبيك كلها. وفي الحقيقه كيبيك راه كانت على 5 د العشيه، وحالي راه حنا في الوحده ديال الليل ولا الجوج، كلشي داخل، ما كاينش، ما كتلقاش داك الرواج، ما كاينش الناس، ما كاينش بزاف هنا. هادو داك هادي هي بلاص لوري هنا حدا لوبيتال حدا الشول، من تما مشينا دزنا وهبطنا على لوتوروت ودرنا واحد الدويره على فيو كيبيك من جهه الترافيرسي ودزنا وجينا. ولكن غالبا كنكون بوحدي، كنكون مخنوقه باغا نبكي باغا نهضر باغا نهضر، كنهضر بوحدي، كندير سوا كندير القران، غالبا كندير القران ونبقى ناظر نبكي حتى كنشبع وحتى كنبرد ونخرج ونرجع للدار. يعني كنرجع مسولاجيا، وكنظن احسن طريقه، حيت في الدار الدراري ما يمكنلكش تبكي حداهم، ما يمكنلك يشوفوك ديما هكا. وسورتو فهاد اللحظه ملي كنتوحش الوالده بزاف بزاف بزاف، كنتوحشهم بجوج، ولكن ديما كانت واحد العلاقه ديال الام كتكون قريبه للبنت، واخا بابا الله يرحمه حتى هو مزيان يعني، ولكن واحد الاحساس. دونك ديما كنخرج نضرب دويره، ودابا جبتكم باش تساروا، ودابا راه ما بكيت ما والو، خرج صغير باش الحمد لله هادشي اللي كاين. وكندا زوينه، وعندك كيسمعوني شي ناس يقول لك تحرض على الهجره، لذلك المهم الامن الحاجه المهمه والاساس وهي الامن، هذا هو الامبورطونس. وخليكم تفرجوا وقبلوا على التصوير، حيت الطوموبيل يعني ما يمكنش تصور، كتصورها مرة كتمشي مرة كترجع. ونتلقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. نقولكم تصبحوا على خير الناس كندا، وصباح الخير الناس المغرب. هي كتقول لكم تصبحوا على خير، والسلام عليكم.
Thank you.